لأننا نحن عمله، نقرأ بالتبادل، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. تفضلوا. أنكم، لا أنا أرى 11، لذلك أذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. آمين. نصلي. أبانا الذي في السماوات، ليتبارك وليتمجد اسمك المعظم. يا رب ادينا كلمة نافعة لخلاص نفوسنا، علمنا حقيقتنا فيك وإحنا مرتبطين بيك إزاي، والمطلوب مننا نعمل ايه عشان نعرف نعيش كما يحق لإنجيل المسيح اللي احنا قبلناه، عشان نعرف نتمم مشيتك في حياتنا، عشان نستريح يا رب. تكلم إلينا في هذه الفرصة يا رب، فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد الأبد. آمين آمين آمين. مجد للرب. ناخذ عدد 9 مرة تاني ونحاول نفهمه بصورة أوسع شوية. لما بيقول الروح القدس بخط بولس، أو هو اللي ملاه الكلام، عدد ليس من أعمالك ليفتخر، عدد 9، عدد 10، لأننا نحن عمله، إحنا عمل الله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ده آخر عدد ختمنا به المرة اللي فاتت. طب احنا مخلوقين في المسيح امتى؟ الايه يقراها لنا رفيق بالصوت العالي، ريفرس 10 بليز. انت قلت created in Christ ولا ايه؟ created in Christ. طيب وين؟ امتى؟ حد عنده اجابه؟
بتقولي ايه بكي؟ before، فين before him، him اللي هو فين دي؟ اقري العدد كله عشان اعرف before him دي فين. read the complete verse please. يبقى إذن إحنا مخلوقين في المسيح قبل ما الدنيا تتكون، قبل ما الوجود يتوجد. إحنا مخلوقين في المسيح، المسيح متركب رأس هو الذات الإلهية، والجسد هو الكنيسة اللي ستأخذ شركة الطبيعة الإلهية. ده المسيح رأس وجسد، فإحنا مخلوقين فيه، إحنا موجودين فيه. علشان كده أي زي بولس الرسول لما أفرزني بطن أمي، لأنك أنت مفرز قبل الأزمنة الأزلية يا بولس. ولما هو أرسل موسى، موسى قبل الأزمنة الأزلية مرسل من الله، قبل يخلق الله النور، قبل كل شيء. يقول ان احنا اسماءنا معروفه قبل الازمنه الازليه، يعني مفيش وقت، مفيش وقت قبل ما يتوجد الوقت، احنا موجودين في المسيح يسوع. طب الخطاه، طبعا ده مش الخطاه، ده المؤمنين، مش كده؟ كل ده واضح، احنا المؤمنين. لأننا نحن عمله، شغل ربنا. عشان نكون شغل ربنا لازم يكون كل شيء في المسيح، فإحنا مخلوقين في المسيح عشان نشتغل شغل ربنا، عشان نتمم أعمال صالحة. الأعمال الصالحة دي سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، مش هي يعني بتتعرف كل يوم. أيوة إحنا بنعرفها كل يوم، لكن هي مخطط ليها منذ الأزل. عشان كده الإنسان اللي بيخفق في عمل ما صالح بيخسر إكليل الصالح ده، لأنه مكتوب له يعمله، مخطط له إن هو يعمل العمل ده. فلما يجي إنسان يقول لا أنا مش قادر أتمم الخدمة دي، هعملها بعد ما أكل وأشرب الشاي وأنام وأصحى، خلاص العمل راح، مش مرتب للعمل ده كده. عشان كده بولس كان دايما يقمع جسده ويستعبده، لانه الشغل اللي ربنا مرتبه له كتير قوي. لو شحت جسد بولس كان يخرب نص الشغل، نص العمل اللي ربنا اعده ليه. وكل ما يكون العمل كبير كل ما يكون الانسان اكله اكتر، بس المهم يوفي هذا العمل. طب احنا بنعرف ازاي ان العمل ده احنا مفروض نعمله؟ من الروح القدس الساكن فينا بيتكلم فينا، نعمل كذا، تمم هذه الخدمه. وده اللي قاله بولس المساوس، تمم خدمتك. خسارة، هتخسر كتير قوي لما توصل فوق انت مش مكملة. ولما بولس قال اكملت السعي، ده كان باعلان الهي انه ما فوتش حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ امال ايه؟ اقمع جسدي واستعبده. اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا قضوض عليه اكليل البر. ايه الحلاوة دي؟ احنا مخلوقين في المسيح يسوع، مش زي الولادة الجسدية، دي مش ولادة جسدية، ولادة روحية. انا امي ولدتني، هي فين ماما؟ مش هنا، لكن انا عايش. دي ولادة جسدية. الولادة الروحية ده انا معجون بالله، مخلوق فيه، والعمل معد من الله، وانا علي اعمله، اخد المكافئات العظيمه اللي ربنا اعدها لمن اكمل السعي. يقول بولس وليس لي فقط عن كليل البر، بل لكل من يحبون ظهوره ايضا. يعني اللي بيحبوا الرب يجي عشان يقولوا له يا رب احنا مشتاقين لك قوي، واحنا تممنا العمل احنا عملناه، وعندنا الصوره الحقيقيه الكامله في الابن.
الابن قال ايه في صلاته لجثيماني في يوحنا 17؟ العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. واحنا مفروض ان كنا فعلا ناويين على ان احنا ناخذ رضا الرب بالكامل علينا ونتمم كل مشيئة الله، فآخر أيامنا نقول كده. أيام يشوع ده ما حصلش. لما يشوع عجز كانت في أرض كثيرة للامتلاك ما امتلكهاش يشوع، لأن الناموس ما حدش بيقدر يكمل، لأن ده عبارة عن قوة ذاتية في الشخص. لكن في العهد الجديد نستطيع أن نكمل العمل اللي أعطاه لنا ربنا ونقول زي المسيح. وبولس قال كلام مقارب للمسيح، قد أكمل ديال المسيح، قال أكملت السعي، مقارب لكلام المسيح. طبعا إحنا نقارب، ما فيش حد يطابق يقول قد أكمل 100%، لكن يعني النقص قليل مش كتير. طيب الأشرار بقى مخلوقين فين؟ يعني مثلا لما أسألك سؤال، بكي بنت مين؟ وديع ولا نزيه؟ معروفة. طيب ومكيلة بنت مين؟ وديع ولا نزيه؟ معروفة. كل واحدة تنتمي للعيلة بتاعتها، وأنا بنتمي لأبوي وأمي. طب ولاد الشيطان ينتموا مين؟ لأبوهم وأمهم. مالهمش أمهم، أمهم الدنيا يعني، وأبوهم الشيطان، لأن العالم وضع في الشرير، يعني الشرير جوز العالم وخلف الناس دي. طيب هل المخلوقين في إبليس يقدروا يعني يفشلوا المؤمنين؟ أبدا، إلا لو المؤمن نفسه بقى ساذج ومش وعايز يفشل، أو مش قادر على العمل اللي ربنا اداهوله. لكن واحد ربنا بيحميه وربنا جابه وربنا زرعه في المسيح ويفشل؟ الله لم يعطينا روح الفشل أبدا. روح الفشل ده لأولاد الفشل، الشيطان اللي هو القوي لكن مش الأقوى. الأقوى المسيح، الأقوى معانا، الأقوى معانا. إذا أعطانا روح القوة والمحبة والنصح، إحنا نتقوى بالإيمان بالمحبة وننصح غيرنا كمان، نقول غيرنا اعمل كده، نقدم نصيحة لغيرنا. فهنا جماعة بتوع أفسس، المؤمنين بتوع أفسس وكل المؤمنين في العالم، بيقول لهم بولس: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ده اللي ختمنا المرة اللي فاتت. النهاردة نبتدي بقى نقول ايه؟ هذا اللي بعديه. لذلك اذكروا، افتكروا. بولس يا اخي انت بتحيرنا احيانا، تقول افتكروا. في ايه تاني بولس قالها انسوا او انسى، مش كده؟ طب يعني افتكروا ولا ننسى؟ الاثنين ازاي نذكر ايه؟ لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد. لما كنت لسه ما عرفتش انكم مؤمنين، كل واحد عايش كده ايه في الوساخه بتاعته في الجسد بتاعه. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلة. اسمكم حتى مقرف، غرلة يعني قلبكم غير مختون. هو طبعا جسمكم غير مختون، لكن ترجمها لنا الكتاب المقدس ان هو ختان القلب بالروح، يعني بعاد عن ربنا خالص، ما فيش عهد بينكم وبين ربنا. ده الختان اللي في الجسد، ما فيش عهد بينكم وبين الله، ده العهد اللي بين ابراهيم ونسله بس. مدعوين غرلة لا رجاء لكم وبلا اله في العالم. دول عددين، يعني نرى واحد واحد. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلة، من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد.
فأنتوا فرق كبير بينكم وبين اليهود. اليهود عنده رب، انتوا ما عندكوش. مين إلهكم؟ لما بولس راح أثينا لقى المدينة مليانة أصنام، مليانة أصنام. إيه ده؟ في ناس زي دي في الدنيا دول عايشين، عايشين زي دول. كل واحد لصنم، الصنم يعادي الصنم، ده يعادي ده. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الخراب ده؟ وأنا بتاع الصنم الفلاني، بتاع الصنم الفلاني. فاحتدت روحهم، إيه ده؟ في بلد في الدنيا كده؟ دول كانوا أهل أفسس. هنا عارفين مين المشهور خالص في أفسس اللي اسمها إيه؟ العظيمة هي إيه؟ أرطميس الأفسسي. عبادة رهيبة هي أرطميس دي، حاجة نزلت مش عارف من زفس، قصة كده أي خرافية، والناس بتصدق كلام فارغ ده لغاية دلوقتي، بتصدق كلام فارغ برضو، بحبوا الخيالات. فأنتوا يا أمم كنتوا مالكوش أي علاقة بربنا. تعرف حاجة عن إرادة الله؟ هو فين الله عشان أعرف إرادته؟ ما هي أفسس دي أو أرطميس دي مالهاش كتاب، فين الكتاب بتاعها عشان أعرفه؟ فيها شوية كهنة كده بيتعبدوا عبادة قذرة جدا ما بترضيش الإنسان. طب وأنا ما مالكش راجع خالص، ولا ليك مرشد في الدنيا، ولا ليك إله في هذا العالم. وده احنا اللي لازم نفتكره علشان نقول ايه؟ احمدك يا رب انك خلصتني. انا كنت ايه قبل ما اعرفك يا رب؟ انا كنت عايش في زباله وظلام ورعب. ايه ده؟ بلا اله. نعم بلا اله. ايه رجاء؟ بلا رجاء. رجاء ايه؟ ايه الرجاء اللي عندي؟ واحد رجاءه يبقى دكتور، واحد رجاءه يبقى مهندس، واحد رجاءه يبقى غني، واحد رجاءه يبقى يتجوز واحده مش عارف اسمها ايه وجميله قوي. واحد هو ده رجاء في الدنيا؟ ما كله ميت، كله ده راح في الدنيا، كله ده هيبقى تراب. فين الرجاء؟ مفيش رجاء. لكن لما عرفنا الرب ادانا الرجاء، هو اله الرجاء، اله الرجاء. وقال لنا انتم ولادي وهتقابلوني في السماء. وشفنا استفانوس بيقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، وبعدين كان راكع. لما قال كده رقد نام. وصل فين استفانوس؟ وصل للسماء، والمسيح وقف يستقبله. بس احنا ما شفناش، لكن ده اللي حصل. هو قال أنا شايف السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين العظمة في الأعالي. فرجاء المؤمنين رجاء أكيد، لكن التانيين بلا رجاء في العالم خالص وبلا إله كمان. فبالنسبة لليهود انتوا اسمكم غرلة وهم ختان، والأغرل ده عند اليهود يعني ايه؟ مقرف. ليه؟ ملوش ربنا، ما يعرفش وصايا، ملوش عهد، ملوش هيكل، ملوش كتاب مقدس، ملوش أنبياء، ملوش حاجة خالص. ليه ايه ده؟ ولا حاجة. فكان حاجة يعني قذرة بالنسبة لشخص اليهودي. والدليل على ذلك لما هم خمنوا ان بولس دخل اثنين مع امم في الهيكل، هاجت كل اورشليم تقاتل بولس، وما كانش دخل حد. افتكروا بس، شوفوا ازاي، ازاي دول يدخلوا الهيكل؟ قطعوه، عايزين قطعوه. هم ما دخلوش خالص. لكن مجرد الفكره دي شفت جنن اليهود كلها. شوف بيحتقروا ازاي الغرله. دلوقتي بقى ربنا جاب الغرله والختان وخلص الاثنين مع بعض وبقت الكنيسه. ايه ده؟ نقله كبيره قوي في حياه الانسان، خصوصا اللي هو الامم اللي كان محتقر زمان ومرزور ويداس يعني يرمى. ربنا أمرهم بقتل الأمم اللي هم هيملكوا مكانهم، لأن شرهم زاد مش لأنهم غرلة، لأن شرهم كمل فلازم يبادوا. صدر حكم الله بكده. لكن لما ندرس بس حياة واحد زي داود، ما قتلش واحد يهودي في حياته، ما يقدرش، لأن ده بينتمي لإبراهيم حتى كان خاطئ. إلا لو عمل جريمة قتل، قتل كبير اسم داود كحاكم يعني.
حتى اللي عمل جريمة قتل أيام داود، ذئاب ما قتل واحد ما قتلوش برضه. ففي فرق كبير بيننا زمان احنا كنا غرلة عند اليهود، وبين دلوقتي دحنا الختان. ولما قالوا لازم دحنا ختان القلب، يعني لما قالوا لازم ختان الجسد، بولس عمل زي الأسد هو وبرنابة، وخد قرار من الرسل مش لازم ختان القلب. حصل، انتهى الموضوع. ايه ده العز ده؟ فانتصرنا على اليهود، مش لازم ختان. ختان بيرمز لختان القلب، ختان القلب حصل انتهى الموضوع. فبيقول لنا شوفوا الميزة اللي انتوا فيها دلوقتي، وكنتوا زمان محتقرين جدا 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 من اليهود ومن كل العالم، من ما عندكوش رجاء. مين اللي بيحكمكم؟ بيحكمكم مين؟ في حد بيعلمكم عن الرب؟ مفيش حد بيعلمكم. انتوا رايحين فين؟ رايحين كلكم الى المجهول حسب الخرافات اللي انتوا بتقولوها على الاصنام بتاعتكم، والمجهول ده هو نار جهنم لانها ليست مبنية على دم المسيح. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلا من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح. ما كانش حد يعرف المسيح طبعا، هم اللي عرفوا المسيح لما عرفوه بعدين. يعني إيه؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا في ظلمة ايه؟ احنا كنا في ذل ايه؟ احنا كنا في عار ايه؟ ما نعرفش لينا اب مخلص خلقنا، ما نعرفش. يا سلام لما عرفنا. افتكروا زمان عشان دايما تشكروا ربنا ان هو خلصكم، واللي ما بيشكرش ربنا يبقى مش فاكر هو كان قصده ايه. مش زي النظريه، مش عارف اللي اسمها التطور دي ولا ايه، ولا اللي هو اصله قرد. لا، ما فيش بني ادم اصله قرد، لكن اصلي خاطي، اصلي ما عرفش ربنا، اصلي بدون رجاء، اصلي ميت. كنتم قبلا اموات بالذنوب والخطايا، لكن المسيح احياني، احياني بدمه، احياني بالشركه التي بيني وبينه، احياني بالعلاقه اللي ادهاني انا ابن الله في المسيح. انا عروس المسيح، أنا شريك الطبيعة الإلهية في المسيح. أنا كنت زبالة خالص. فده يخليني دائما أشكر رب. أشكرك يا رب، أرحمك يا رب، أرحمني يا رب، أشكرك يا رب، أحمدك يا رب، أشكرك يا رب، أحمدك يا رب. مش أشكرك عشان بس شفى رجلي، ده حاجة بسيطة قوي. أشكره لأن خلاني شريك الطبيعة الإلهية، فشال عني الموت، وشال عني القدر، وشال عني الفشل، وشال عني كل شيء، وجعلني مولود من فوق، مولود من يسوع المسيح، مولود من الله. كلمة ينبغي أن تولد من فوق ليها ثلاث معاني. تولد من فوق، تولد من الأول، تولد من جديد، يعني إنسان جديد جديد، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، عرفوا من فين؟ صحيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، لأن إسرائيل ده، إسرائيل دايما في العهد القديم، لك الرب يرعى إسرائيل، الرب يرعى شعبه، مش الأمم، يرعى شعبه. الأنبياء جم لإسرائيل، يهوذا وإسرائيل، صحيح بعضهم تنبأ الأمم، لكن دي تنبؤات استثنائية، لكن هو جاء عشان يتنبأ لإسرائيل، هذا شعب الله. والشعوب حتى اللي بيتنبؤوا ليها ليها علاقة إلى حد ما بإسرائيل، وشعوب معينة ربنا قصدها لأن ليها مستقبل ما مع المسيح. فالأساس إحنا كنا كأمم بلا راعي، بلا رعية، ملناش بعيدين عن رعاوية إسرائيل. نعرف من فين إن الرب رعية فلا يعوز شيء؟ ما نعرفش المزمور ده خالص، ما نعرفش داود حتى، ما احناش من نسله، ما احناش من قرايبه، ما مش من سبط يهوذا، ولا من بني يعقوب، ولا من بني إسحاق خالص، كل واحد فينا من حتة. كنتم قبلا في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعاوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، ما نعرفش حاجة عن المستقبل خالص.
خالص. ايه ده؟ ده كان وضعنا غرباء عن هو ايه الموعد؟ الموعد ان يجي الرب ويصلب الرب ويتمجد الرب ويقدم لنا روح القدس وتعطى العطية في يوم 50، والإنسان يخلص وينفجر النور في الأرض وتنتشر الكنيسة إلى أن تصبح هي أكبر إعلان في الأرض عن رعاية الله لشعب. مين شعبه ده؟ الأمم زائد اليهود، مش بس يهود، كل دول شعب الله. اليهود قليلين قوي بالنسبة لشعب الله، فيش نسبة بين اليهود والأمم دلوقتي خالص. نشكر ربنا أنه ادانا هذا الامتياز الرهيب، فنذكر عشان نشكر. لكن الثاني يبقى ننسى ما هو وراء، يعني انسى امجادك اللي فاتت عشان ما تقعدش تحج فيها تحج فيها تحج فيها، فتنسى الفرصه ان عندك امجاد ثاني، عندك اعمال ثانيه صالحه. انسى الاعمال الاولانيه عشان تتقدم لقدام، مش انك تكلم فيها تكلم فيها تكلم فيها فمش هتتقدم، هتقعد كده مبسوط باللي حصل خلاص، مش هتاخد تقدم زياده في النعمه ولا في القامه ولا في الاكاليل. ده الفرق بين اذكر وانسى. يعني انا في اذكر، فنذكر لكي نحمد الرب كل حين. كنا بدون مسيح اجنبيين عن رعاوية الصليب، غرباء عن هدى الموعد، لا رجاء لنا وبين الله في العالم. العدد اللي بعديها بقى 13، ولكن الان الوضع اتغير. ايه اللي حصل؟ ولكن الان في المسيح يسوع. هنا ليه جاء في المسيح الأول؟ كان ممكن يقول أنتم الذين في المسيح يسوع، لا جاء في المسيح يسوع. يعني يعني حينما جاء الوقت ليفتح باب الخلاص على الأرض، حينما جاء ملء الزمان، حينما جاء يوم التجسد في المسيح يسوع. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين. ايه ده؟ لحظة في لحظة في لحظة، حينما يلتقي الإنسان بالله يصبح إنسان جديد، هو ذا الكل قد صار جديدا. بولس طبعا كان بيشوف الحكاية دي كل يوم في حياته، لأن رسالته للأمم ما يعرفوش حاجة خالص، ويتكلم يتكلم وفجأة نعمة الله تروح لمسة إنسان تكسبه للحياة الأبدية. وبولس يشوف الحدث ده ويسمع الاختبار ده ويشوف جرى ايه لهذا الانسان، فبيتكلم من واقع هو عايشه، ودستور الهي هو حافظه متدرب عليه، مع ان الدستور الالهي ده غير منطق بولس قبل كده خالص. منطق بولس كان مفيش خلاص الا لليهود بس، لا 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 يهود ايه، لا ده انت رسول الامم هتكون، وصارت الكنيسه الاميه أكتر بكتير وأنعش بكتير من الكنيسة اليهودية. فهم بولس وبطرس كم دلوقتي ما فيش كنيسة يهودية إلا في الآخر كده، في آخر العهد اللي طلعوا لنا ناس حلوين كده اللي هم الميسيانيك كرايست يعني. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين. إيه بقى اللي قربكم؟ يقول بدم المسيح صرتم قريبين بدم المسيح. عمل ايه بقى الدم يا بولس؟ قول لنا كده شوية كده، دم المسيح ده عمل ايه؟ دم المسيح هو الذي صنع السلام، لأنه هو سلامنا. سلامنا مين نادي؟ يعني مين المجموعة اللي بتكلم عنهم سلامنا؟ سلام كل المؤمنين، سلام يفوق حياتي، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هو سلامنا. قبل المسيح لا سلام، قال الرب للأشرار. افتكر آية تاني، قال إله للأشرار، متكرره كذا آية. ما فيش سلام للأشرار. طب يجي لهم فين السلام؟ طب ما احنا عندنا دلوقتي الإسلام، في واحد بيسالم التاني وكل شيء يعمله مؤتمر دم المسلم. ما هو مسلم بيت المسلم، مش لازم مش بس مسيحي، بيت المسلم.
ويطلع قرار من مثلا بتاع إيران سمعته امبارح ممنوع اللي يقتل المسلم هو مسلم ده يكون وقاعد يقول أوصاف كل يوم بتقتل مسلمين بواسطة مسلمين ليه؟ هو بصراحة عشان النبي لخبطهم في بعض خبطهم في بعض أما يموت فبيخبطوا بعض لغاية دلوقتي أسمهم شيعة وسنة أما يموت قال لهم مرات العيلة دي هي نص القرآن عنده دي بقت السنة وقال على علي بن طالب ابن عمه ده قال ده أول شفيع للجنة بس أول ما مات حرب بين علي وبين البت دي مش عارف اسمها مين مش فاكر اسمها ده في 10,000 واحد ده يعني بعد موت بثلاث أربعة أيام وهكذا الإسلام لغاية النهاردة طب يجي لهم فين السلام سلام إليه ما يجيش لكن السلام يملى القلب لما يكون إلهنا هو رئيس السلام يقول سلاما أترك لكم سلامي يعطيكم سالموا بعضكم بعضا لما الله يدين الانقسام ويبارك السلام يبقى أولاد ربنا اللي بيخافوا ربنا لازم يكون بينهم سلام 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 لا سلام قال إلهي للأشرار فأول حاجة عملها دم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا إيه الاثنين دول اللي هم اليهود والأمم بقى واحد معقولة ده كذا ألف سنة واليهودي يحتقر التاني احتقار رهيب يحتقره خالص كانوا مش فاهمين كانوا فاكرين ان هو الابديه لليهود لا الابديه للعالم كله مش اليهود ده اليهود الشعب اللي هيجي منه المسيح بس مفيش حاجه امتياز ليه تاني خالص اللي هيجي منه المالك وهيملك في مدينه اليهود اللي هي اورشليم ده كان الامم ليهم نفس الامتيازات وكنيسه انطاكيا بيسيديه اللي كان فيها بولس الرسول دعوا التلاميذ هناك مسيحيين اولا في البلد دي كلمه مسيحي ما جاتش الا في البلد دي ما جاتش في اورشليم وبعدين بقى مسيحيين في كل الدنيا فدم المسيح عمل ايه تجانس بينهم وبعض ليه لان دم المسيح هو اساس عطاء الروح القدس الروح القدس لما اعطي يوم الخمسين كانوا حاضرين ناس من كل العالم كل واحد سمعهم يتكلم بلغته ومكتوب يعني بعض البلاد او يعني البلد هي اغلب بلد معروف في الوقت ده فرتيون ومديون وعالميون ومسك من ايران لغايه ليبيا لغايه افريقيا كله مسكوا فكانوا في اليوم ده في العيد فهنا حصل السلام ان الرب يسوع ملك قلوب ناس من كل الدنيا فالكنيسه عبرت المسيح بروح جديد مش روح أنا مصري أنا برتغالي أنا سوداني لا أنا مسيحي أنا المسيحي ملأ السلام لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا فاكر زمان أيام جمال عبد الناصر ده كان أكثر واحد يعني متصور انه هيقتل اليهود وكان وقتها يعني الدنيا كلها ايه لسه سنة 48 مش بعيدة سنة 48 دي اللي هو اليهود رجعوا لمملكتهم وطردوا الفلسطينيين وكانت مأساة الحقيقة يعني الاخ جورج ملوخية كان سنة 48 عيل صغير شالوه أبوه وأمه وسابوا بلدهم ومشوا ما يقدروش يعيشوا واسمهم فلسطينيين 48 لأنه صدر الوعد أن اليهود يرجعوا فاليهود يرجعوا البلد مسكون يعملوا إيه؟ لازم يحاربوهم وينهوا عليهم أنهوا على كثير عدد كثير منهم وكان عبد الناصر وقتها بيحارب حرب 48 دي
كانت أيام الملك فاروق. فدي 48 حصلت الحرب، ولما انهزموا طلعوا فتوى أو قالوا ده الملك كان بيشتري أسلحة فزدانة عشان يكسب فلوس، هو لا بيشتري ولا حاجة، ده الملك كان ملهي بالنزوات بتاعته ومالوش دعوة بحاجة خالص، الحكومة اللي هي بتشتري كده. كان ملك ما بيحكمش، قعد في قصره بس كده، ايه منظر. عشان كده كان ليجو هوجة عبد الناصر لما جه، لأنه هينقذنا بقى الملك الفاسد وهيخلص فلسطين من اليهود، وصدق الكلام ده واتبهدل خالص في 5 يونيو خالص. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده إنه الله عنده خطة ولازم يتنفذ. اللي يتصور نفسه يقدر يضلها مستحيل يقدر يقف، مستحيل. عبد الناصر كل اقتناعاته يا لدرجة أن أقنعني، ما كنت أنا كنت سنة 52 عندي 12 سنة، 56 أمن قناة السويس كان عندي 16 سنة، بعت له تلغراف تهاني، إيه ده العظمة دي يا جمال؟ ما قلتلوش طبعا جمال، يعني بعت قالت له ابعت تلغراف، بعت له تلغراف زي ما بعته دلوقتي للسيسي وأنا عندي 16 سنة. بعديها بثلاث أربع خمس سنين تاني ومصر كلها بقت اليهود رعب لهم، ده المذكور كده في سفر إشاعية، ده حققه عبد الناصر، تصير إسرائيل رعبا لمصر. حرب 5 أيام أنهي بها على الجيش المصري، لأن الرب قال هيرجع إسرائيل. فالإنسان الخاطئ مهما كان جبروته فاشل، فاشل، لأنه ماشي وراء الشيطان اللي بيقول له كلام. المؤمن مهما كان ضعفه ناجح، بس بشرط أن يطيع الرب في كل اللي يقوله عليه. فهنا سلامنا. فاكر وقت عبد الناصر ده، أنا رحت مؤتمر لبلغريم سنة 71 وهو كان داعي ناس من إسرائيل. فبعدين بسلم على واحد كده شكله مسيحي كويس يعني، تعرف على بعض، انت من فين؟ قال لي من إسرائيل. انا خفت منه على طول. ليه؟ مش منه هو، لان لو حد لقط لنا صورة انا فيها اعدام بالنسبة لي، هو بالنسبة له اعدام. الحرب بقى بمصر وإسرائيل، فجي واحد فينا لقط لنا صورة، هو استخبأ وانا لقيت نفسي ما فاضي، ما عنديش حد صور معايا، فيش ولا صورة تطلع لنا مع بعض. شفتوا ازاي الرعب بين واحد مصري وإسرائيلي ما يعرفوش بعض، قبل بعض في مؤتمر بلد تاني خالص في هولندا، ممنوع. المسيح دمه خلى اليهودي والمصري المؤمن والمؤمن واحد بيحبوا بعض. ايه ده؟ عملك عجيب يا رب، عملك عجيب. يا سلام، المسيح سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا اليهود والأمم، ونقض حائط السياج المتوسط. ايه حائط السياج؟ ايه اللي كان يفصل اليهود على الأمم؟ اليهود يقول الأمم دول كلاب، فعلا اسمهم كلاب، حتى المسيح مرة نطاها، نطاها مش لأنه يعني أراد أن يهين المرأة، ليس حسن يأخذ خبز بيطرح الكلاب، لكن لأن لسه الوقت ما جاش، لأن ده جه بعد صلب المسيح، لكن لغاية قبل ما يتصلب المسيح كان اليهود بيسموا الناس كلاب، بل الله نفسه كان أرسل المسيح لخراف بيت إسرائيل الضالة، وفي الصليب قال له لا، أنت تجمع كل الأمم. فإذا دم المسيح لصليب المسيح جمع الأمم واليهود في سلام الله بدمه على الصليب، لأنه هو نرى على 12-13 مع بعض، 13-14 مع بعض، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا
الذي جعل الاثنين واحدا، يهودي وأممي كله مسيحي خلاص، ونقض حائط السياق المتوسط اللي هو العداوة، عداوة كبيرة خالص بين اليهود وبين الأمم، عداوة كبيرة جدا، اتشالت. بولس كان يهودي والرسل كانوا مسيحيين اللي تبعوا المسيح، شردهم بهدلهم، ظهر له المسيح حبهم كل الحب. ايه ده؟ انا بجهالة صنعت، انا كنت غبي، كنت مش فاهم حاجة خالص. المسيح هو اللي قال الكلام ده، نقض حائط السياج المتوسط اي العداوة. احنا مش هنقدر نكمل، ده كلام كبير جاي بعدين. يعني ممكن نكتفي هنا بس نلمح للجزء الباقي بعدين نكمله بعدين، هياخد وقت، اللي هي كمالة آية 15. احنا يبقى خلاص لغاية العداوة هنا، كمالة عدد 15 و16 و17 و18 لغاية 22، ده ان شاء الله المرة الجاية ربنا يكرمنا. يعني بيقول ايه بقى؟ اي العداوة ده احنا نقراها نفسرها بس المرة الجاية. مبطلا بجسده ناموس الوصايا. ايه ناموس الوصايا ده؟ ناموس الوصايا اللي اتدرب بنا الموسى، الوصايا العشر، وبعدين ناموس الوصايا، وصايا كتيرة خالص خالص، عبر 80 يوم اديها له فوق الجبل، وده صار الشعب المختار لناموس من الله، مكتوب عنده لا تقتل وما يقتلش، لا تزني ما يزنيش، لا تشهد على قريب شر زور، كل ده طبعا الرب إلهك وإله واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك، لا تصنع له آلهة أخرى، وهكذا الوصايا العشر. وبعدين الوصايا اللي بعد كده كتير قوي، وعن الذبائح وعن ازاي العبادة، كل ده اتقال في الناموس. كل ده مش نافع لحاجة، لأن اللي نافع ايه؟ ان كل الذبائح دي وكل الوصايا دي تشير لشخص المسيح، فجاء المسيح فأبطلت الوصايا، مش اتلغت، لا يعني بقت فعاليتها بسيطه قوي، لا مش محتاجه ان اروح اقدم ذبيحه، ولا محتاجه اروح اعمل كذا، ولا لا لا لا، انا بس محتاجه اقبل المسيح. فهنا يبقى مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض عشان يخلق الاثنين. فاكرين كلمه يخلق قلناها قبل كده، اللي هي مخلوقين في المسيح يسوع، يخلق الامم واليهود في المسيح، فلا يهودي ولا أممي ولا بربري ولا سكيسي ولا عبد ولا حر ولا رجل ولا امرأة، ما فيش فارق في المسيح، دافع عليه دم المسيح. وده اللي بنعمة الله نكمله المرة الجاية. الرب يبارككم، يحسن إليكم، وينعم علينا بمعرفة الرب بكل قوة ممكنة لتكريسنا لشخصه. وإلهنا كل المجد الأبد. آمين آمين آمين. تفضل يا وديع.